ينبغي من باب الوفاء ان نتفق جميعا، وكما اقول لكم ونقاط الخلاف فنادحها جانبا، يعني ما خرجنا الا لاسباب واضحه. انا الحقيقه يعني في منتهى التاثر نظرا لبعض الخلافات اللي موجوده في المدافع، يعني ينبغي ان يكون كما قالوا الاخوه في هتافاتهم ايد واحده اداره واحده. لا شك ان الميدان ينبغي ان يكون على قلب رجل واحد، الكل جاء من اجل مطالب معينه، الكل جاء ليدافع عن هذا الحق المسلوب. ما جئنا الا لنستنشق هواء نقيا قد حرمنا منه مرارا وتكرارا وازمنه عديده واحقابا مديده. فلا شك انه في هذه اللحظه ينبغي علينا جميعا ان نتعاون. اريد فقط وانا اتكلم نيابه عن القيادات السلفيه في مصر ان اؤكد لكم على معنى واحدا، ان الذي اشيع اننا جئنا لطرد المعتصمين او فض الاعتصام هذا محض افتراء وهذا كذب وهذا بهتان، والله ما القي علينا نحن نستلهم منكم الافكار ونستلهم منكم يعني الشعارات وغيره، فلا داعي ابدا ان تصدقوا الى هذه المواترات، والهدف منها واضح، الفلول لن تسكت عنا ابدا، الفلول تجاهد بكل ما تملك من طاقات وامكانات للقضاء على مكتسبات هذه الثوره، فلا تمكنوهم من ذلك. فكلنا جميعا على قلب رجل واحد، كلنا مصري وكلنا جاء يدافع عن مجموعه من الحقوق المسلوبه. فينبغي جميعا ان نتفق على هذه النقطة، وان اختلفنا في بعض التفاصيل ارجوكم ينبغي ان نتفق على نقاط اشتراك. دي حاجة. الاهم من ذلك انا اريد ان ابعث اليكم جميعا برسالة طمأنة، فما جئنا الا لنناصركم، وما جئنا الا لنتعاون معكم، ما جئنا جميعا الا لنعلن بصرخة وقلب من قلب رجل واحد اننا قد استأنى من هذه الاوضاع ومن هذه الامور. فارجو الا تصدقوا هذه الارهاصات وهذه الادعاءات الكاذبه، فنحن على قلب رجل واحد شاءوا ام ابوا، فلنتحد جميعا ولنتعاون جميعا يوم الجمعه في اخراج هذا اليوم. الميدان كله رجاله، واحنا مش هنيجي اكتر من اللي ماتوا، من فضل الله احنا مش هنيجي اكتر من اللي ماتوا، ممتلئ بالرجال. الحمد لله، هذه نعمه من الله عز وجل، هذه نعمه. الميدان كله ايد واحده، بعد اذن الناس، بعد اذن الناس، بعد اذن الناس، الكلام مظبوط، مفيش اي حاجه تدعو الى تفرقه، كلنا ايد واحده، كلنا مصريين، هدفنا واحد، القضاء على الفساد، بناء دوله جديده. انا عايز اقول للشيخ باحترام، عايز اقول له كلمه لو سمحت، عايز اقول له كلمه لو سمحت يا شيخ. لو سمحت، السلام عليكم. حضرتك اخواني ولا سلفي؟ انا سلفي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. بس يا ريت ان احنا نبقى هنا مع بعض لاخر درجه، ان شاء الله محدش فينا ينسحب من الميدان قبل تحقيق المطالب. حضرتك لو سمحت، استنوا يا اولاد، لو سمحت يا شيخ، لو سمحت، مش عايزين نكفر بعض ولا نخون بعض، عايزين حضرتك لاخر مطالب الثوره. الدكتور هشام ابو النصر من ترسا معروف مواقفه مع الثوره من اولها، وانا من ترسا وقاعد هنا في الاعتصام. احنا عايزين افعاله هي اللي تقدمه، مش يا جماعه يا جماعه احنا بنتفق بس على الثوابت، فلنلتقي جميعا في نقطة اشتراك واحدة، أهدافنا واحدة، مبادئنا واحدة، ما تحركنا إلا لأسباب واحدة، عانينا جميعا، مش احنا بس اللي عانينا ولا انت بس اللي عانينا، كلنا قد عانى، فينبغي جميعا ان نتحد ونخرج هذا اللقاء ان شاء الله تعالى يوم الجمعه بالصوره اللائقه، وينبغي علينا ان نتحد في هذا اليوم ونقوم بعمل واحد. لازم نفوت الفرصه على الفلوس، لازم نفوت الفرصه على الفلوس. ايد واحده، اداره واحده، ايد واحده، نحن معكم ان شاء الله تعالى على قدر. ايد واحده، ايد واحده، اداره واحده، جدع والجبان جبان، واحنا يا جدع قاعدين في الميدان. الجدع جدع، احنا قاعدين في الميدان عشان نقول حاجه مهمه. يا اخوانا لازم تعرفوا ايه هو المخطط اللي بيتعمل دلوقتي وامبارح وبكره. الطابور الخامس
اللي ناس كتير ما تعرفش يعني ايه الطابور الخامس. الطابور الخامس ده بيفعل دلوقتي اولا نبذ الفتنة، ثانيا تكذيب الاشاعات، ثالثا التخويف والترويع من ان فلان يجي يحتلنا او وزيرنا تخش. الشعب المصري غير قابل للاحتلال او التفاوض مع او اي عدو. لازم تفهموا ان مصر مش دولة.